الهدف الرئيسي من الكلام كان هو حفظ حق المستهلك، بمعنى انه هو بيدفع اللي بيستعمله مش بيدفع بشكل مطلق بدون حساب لاستعماله للكهرباء، وهذا انطبق بدول تانية عندها نفس المشاكل. الأساس بالموضوع هو كيف تحفظ حق المستهلك، وده دليل وجود وزير الاقتصاد ومدير عام الاقتصاد ووزير الطاقة اللي هو معني مباشرة أكثر منا عمليا بمسألة الموترات ومسألة الكهرباء وتأمينها لكل الناس بشكل عادل ومنطقي.